في 18 من مارس الماضي أطلق رعاة التسوية صفارة البداية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. جلس الفرقاء السياسيون على طاولة واحدة وبدأت العجلة بالدوران. وفي الطرف الآخر كان الشارع اليمني يضبط عقارب ساعته على 18 من سبتمبر موعد انتهاء مؤتمر الحوار بانتظار لحظة الخلاص من الأزمة. قبل 55 يوما من الآن انتهى العمر الافتراضي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمن في المبادرة والآلية بستة أشهر، ولا جديد يتوخاه اليمنيون حتى اللحظة. فنقاشات الأعضاء لا تزال تدور في ذات الحلقة المفرغة من دون اتخاذ قرارات واضحة لجهة حسم القضايا المصيرية أو تقدم ملموس باتجاه تحديد شكل الدولة المقبلة وحل القضية الجنوبية. في المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار طرح المشاركون كل شيء على الطاولة، وتبارت الأحزاب السياسية والمكونات في تقديم رؤاها لجذور الأزمات التي تعصف باليمن، لكن كثيرا من الرؤى المقدمة غيبت قسرا في دهاليز هيئة رئاسة الحوار، فيما اتجهت الأخيرة للكولسات على المفاوضات خارج النظام الداخلي للمؤتمر، وكذا لإفراغ الحوار من محتواه عبر سلسلة خروقات هدفت في مجملها تمديد الأزمة السياسية تحت مسمى فترة انتقالية جديدة. بدءا من تمديد الفترة الزمنية لمؤتمر الحوار ومرورا بتشكيل لجنة 16 وصولا إلى تحريك بعض الجهات خلاياها لإثارة موضوع العزل السياسي، وانتهاءا بتزوير عدد من التقارير النهائية، يكون مؤتمر الحوار الوطني قد خرج عن مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وانزلق إلى أتون معمعة عبثية، وربما دخل عمليا في مأزق حاد. يرى مراقبون أن مؤتمر الحوار نجح إلى حد ما في تقليص حدة الاحتقان، إلا أنه لم يحقق نجاحا ملحوظا لجهة حلحلة الملفات الشائكة، وفي المقابل لا يستبعد آخرون سيناريو الفشل حال استمرت الرئاسة في التكويش على القضايا وخلط الأوراق، وبين من يرى أن مؤتمر الحوار يسير في الاتجاه الصحيح ومن يرى أن العجلة قد انحرفت باتجاه المعاكس. ينتظر الشارع ما ستؤول إليه مفاوضات الساعات الأخيرة. سياف الغرباني، اليمن اليوم.